انتوا متخيلين ان انا رسمت الحواجب دي شعره شعره بمنتج اقل من 45 جنيه؟ شايفين اكنها طبيعيه جدا. طبعا دي مش مرسومه خالص، ده ما انتوا شايفين فيها فراغات. بصوا الرسمه دي طبيعيه جدا جدا، اكنك مش عامله اي حاجه فيها. طبعا انا استخدمت المنتج بتاع مايتسيريما القلم اللي هو من ناحيتين، ده اللي هو الشعره شعره من ناحيه شايفين، وده الناحيه التانيه. تعالي نرسمها مع بعضينا. هينفع جدا لو انت حواجبك خفيفة جدا، هتقدري ترسميها بسهولة وتديكي الرسمة الطبيعية اللي هو اكنك مش رسميها. لو انت حسيتي ان اللون كتر مطرحه اعمليه بايدك كده عشان الرسمة تبقى كويسة، ولا اكنك عاملة ميكروبيلدينج. شايفين؟